اتصل يا خوي واشرح خاطري باتصالك تتصل روحي معاك وانت ناسيت الوصل يا صاحبي كيف بنساكم وفي عيني غلط اتصل يا خوي واشرح خاطري اتصالك تتصل روحي معاك وانت ناسيت الوصل يا صاحبي كيف بنساكم وفي عيني غلاك الوفا تاجن على راس الوفي يفرش الامال وفي قلبه رعاك والردي تلقاه من طبعه ردي يظهر البسمة ومن ظهرك عطاء الوفا تاجن على راس الوفي يفرش الآمال وفي قلبه رعاك والردي تلقاه من طبعه ردي يظهر البسمة ومن ظهرك عطاك اتصل يا خوي اتصل يا خوي اتصل يا خوي واشرح خاطري الصادقة في ناظري من يفكر فيك وعينه لا تراك الدنيا ساعة والعمر يجري جري يبقى فيها الجبر والمعروف ذاك المعزة الصادقة في ناظري من يفكر فيك وعينه لا تراك الدنيا ساعة والعمر يجري جري يبقى فيها الجبر والمعروف ذاك اتصل يا خوي اتصل يا خوي اتصل يا خوي واشرح خاطري اتصل يا خوي واشرح خاطري باتصالك تتصل روحي معاك وانت ناسيت الوصل يا صاحبي كيف بنساكم وفي عيني غلاك اتصل يا خوي واشرح خاطري باتصالك تتصل روحي معاك وانت ناسيت الوصل يا صاحبي كيف بنساكم وفي عيني غلاك الوفا تاجن على راس الوفي يفرش الامال وفي قلبه رعاك والردي تلقاه من طبعه ردي يظهر البسمة ومن ظهرك عطاء الوفا تاجن على راس الوفي يفرش الآمال وفي قلبه رعاك والردي تلقاه من طبعه ردي يظهر البسمة ومن ظهرك عطاك اتصل يا خوي اتصل يا خوي اتصل يا خوي واشرح خاطري الصادقة في ناظري من يفكر فيك وعينه لا تراك الدنيا ساعة والعمر يجري جري
يبقى فيها الجبر والمعروف ذاك المعزة الصادقة في ناظري من يفكر فيك وعينه لا ترى الدنيا ساعة والعمر يجري جري يبقى فيها الجبر والمعروف ذاك اتصل يا أخوي اتصل يا أخوي اتصل يا أخوي واشرح خاطري. اتصل يا أخوي واشرح خاطري باتصالك تتصل روحي معاك وانت ناسيت الوصل يا صاحبي كيف بنساكم وفي عيني غلاك اتصل يا أخوي واشرح خاطري اتصالك تتصل روحي معاك وانت ناسيت الوصل يا صاحبي كيف بنساكم وفي عيني غلاك الوفا تاجن على راس الوفي يفرش الامال وفي قلبه رعاك والردي تلقاه من طبعه ردي يظهر البسمة ومن ظهرك عطاك الوفا تاجن على راس الوفي يفرش الآمال وفي قلبه رعاك والردي تلقاه من طبعه ردي يظهر البسمة ومن ظهرك عطاك اتصل يا أخوي اتصل يا أخوي اتصل يا أخوي واشرح خاطري الصادقة في ناظري من يفكر فيك وعينه لا تراك الدنيا ساعة والعمر يجري جري يبقى فيها الجبر والمعروف ذاك المعزة الصادقة في ناظري من يفكر فيك وعينه لا تراك الدنيا ساعة والعمر يجري جري يبقى فيها الجبر والمعروف ذاك اتصل يا أخوي اتصل يا أخوي اتصل يا أخوي واشرح خاطري. اتصل يا أخوي واشرح خاطري باتصالك تتصل.